وكالعادة هنبتدي حلقتنا معاكم النهاردة بأهم العناوين. اجتماعات مكثفة لحسم كل ملفات الكرة في الأهلي. الفريق الأول يختتم تدريباته استعداداً للجونة. عمرو السولية بديلاً لعاشور في وسط الملعب. الجهاز الفني يرفض الراحة استعداداً لمواجهة الطلائع الأحد. صالح جمعة حق جماهير الأهلي فوق راسي وثقتهم مسؤولية كبيرة. اتحاد الكورة يدرس استضافة أمم أفريقيا 2019 بالمشاركة مع المغرب. فرانس فوتبول صلاح رفع اسم مصر وأعاد أفريقيا لقائمة الأفضل في العالم.